اهلا بكم مشاهدينا في الفقره الاولى، وزي ما كنا في المقدمه حنكون طبعا الفقره هذه عمليه جدا عمليه، فاحنا ممكن نعرفوا بيكون عندنا موهبه كيف نعرفوا نصمموا هذه الحاجات اللي ممكن نديروها تعطي لمسات حلوه جدا في بيتنا. لكن حاجه غريبه ان احنا ويكون التصميم هذا عن طريق حرق على الخشب، كيف ممكن التصميم هذا غريب ممكن شوية؟ هل هو صعب؟ هل هو سهل؟ هل ممكن أنت في بيتك تقدر تديريها ولا حيكون صعب عليك؟ كل هذا طبعا حنعرفوه مع ضيفة حلقتنا اليوم وهي ناهد عبود مصممة الديكوباج. أهلا بك. أهلا. كيف الأخبار؟ الحمد لله. نورتينا. ميرسي. شنو أخبار رمضان معك؟ الحمد لله. كويس لحتى وتمام. الحمد لله الجو. ماشي الحال. الحمد لله. مدام الحمد لله يعني نحمد ربنا. نحمد ربنا وخلاص. طبعا بنعرفوا احنا طبعا التصميمات تكون عن طريق حرق الخشب شويه غريبه يعني او صعبه في بعض ممكن النساء اللي موجوده مثلا في البيت، هل بالفعل ان هي بتكون صعبه وتاخذ وقت ومجهود؟ او بنعرف شنو هو اصلا في الاول قبل ما نخش ونسالوا عن الصعوبات. الاول طبعا اقول لكل الامه العربيه كل سنه وهم طيبين وانت بألف خير سلامه. بالنسبه للشغل دوت يعني اي شغل اي حاجه بتكون سهله، بس هي بتبقى محتاجة حس فني للشخص اللي بيشتغلها. بمجرد ما يخلصها لو أنا ما عنديش الحس الفني ده وأنا بشتغل وإنت شفتي شغلي بعد ما خلصته هتحسي إن هو مش في نقصه حاجة. لكن لو اللي بيشتغل عنده الحس الفني ده مجرد ما هتشوفي الشخص هتحسي يعني هيوصل لك الإحساس اللي أنا حطاه في الشغل. يعني هو يعتبر ان هو فيه الحس الفني اكتر شيء. بالضبط بالضبط. يعني موهبه لازم اساس تكون اكيد برضه. اكيد دي اول الف ب هوايه طبعا، وبعدين تنتقل وبعدين الى الخبره يعني. او التعليم او الممارسه كل دي مكملات، لكن البدايه الموهبه. نعم يعني تمام. لو كان بنحاول الحين ناخذ من بعض الحاجات هذه فكره من الافكار ونحاول احنا نديروها، شنو هي الحاجات الصعوبة اللي ممكن تواجه اي وحدة بيت؟ يعني هي بسيطة جدا 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 وسهلة جدا، وبعدين الخامة متوفرة في كل مكان، يعني ممكن قوي لو انت ما عندكيش اي حاجة معلقة الخشب اللي موجودة عندك في المطبخ تمسكيها تزينيها بالحرق، صينية اللي عندك في المطبخ، ظرفة باب عندك في البيت او في المطبخ بتاعك مثلا، درف الموجوده اي حاجه اي حاجه خشب عندك تستخدميها ممكن تزيني بيها بقلم بسيط قوي، قلم اللي هو الحرق اللحام ده ابسط اله بنشتغل بيها. ابسط اله. في بعد كده طبعا تطورات، لكن انا بشكل عام يعني جايبه الاله دي عشان اوريها لكم بحيث ان هي دي اللي هي مكنه اللحام. نعم. بتستخدم برضو في الحرق. تمام. ف يعني بسن واحد، هي طبعا في سنون بتتغير بس بسن واحد، انا كل الشغل ده عاملاه بسن واحد عشان اسهل للشخص اللي قدامي ان انا ممكن بحاجه بسيطه جدا. بالظبط كده وغير مكلفه. بالظبط، ودي رخيصه جدا في السوق. تمام. يعني هذه الحاجات ممكن احنا الست البيت والله تفرج علينا تو تقول في امل ممكن شويه. طبعا طبعا. شنو هي الخامات اللي بتستخدمي فيها؟ تقولوا احنا هي صح الخامات سهله هذه. هي طبعا احنا بدايه قلنا ان الخامات سهله جدا، طبعا احنا بنحرق على الخشب يبقى معنى كده ايه؟ الخام الاساسيه الخشب. هي الخشب طبعا. الخشب طبعا عندنا انواع، في خشب طبيعي اللي هو خشب الشجر، في خشب الصناعي اللي هو مثلا زي الابلكاش زي الجي ام اف زي السوليتكس، الحاجات اللي هي خامات مصنعه. اما اسهل واحد فيهم تقدر تشتغلي عليه؟ والله بصي انا اشتغلت في كذا نوعيه. الجي ام اف مثلا دوت انا عملت بيه التصميم دوت بمناسبه رمضان، لقيت سهل جدا في الشغل. هو يعتبر مش خشب 100% طبعا لانه مصنوع. صحيح صحيح. فالشغل فيه حلو جدا وبسيط والخامه نفسها متوفره ورخيصه، وبرده ادتني نفس النتيجه اللي انا عايزاها. تمام. استخدمت الابلكاش هنا في قاعده الصينيه مثلا. السفره هذه بس في حاجه بقى مهمه قوي لازم الواحد وهو بيشتغل ياخد باله منها، الـ زي يعني النسيج بتاع الخشبه نفسها
يا إما نسيج حلو بيساعد على الشغل، يا إما نسيج مش مظبوط معايا بيخليني وأنا شغالة سن الألم بيطير مني. هذه مشكلة. على حسب نوع الخشب. نوع الخشب، فلازم الخشب يكون مجرب واحنا شغالين فيه. يعني انا مثلا وانا بشتغل دي برضو في بعض الحتت مش في كل اللوح، صح، في اجزاء بسيطه، لما الالم حتى لو اتحرك مني انا اقدر ارجع تاني للمركز بتاعي واصلحه. بس انا يبي خبره شويه، مش يعني انا بقول الملاحظات اللي قابلتني عشان برضو لو حد جه اشتغل صحيح وقابلته الملاحظات دي يقدر يتحكم في سن الالم، او يبتدي من النص بحيث ان لو الالم اتحرك منه شويه مش هيكون في مشكله، مش هيكون في مشكله، بحيث ان هو يقدر يداويه بطريقه ثانيه بالحرق بشكل عام. يعني تمام، نبغى نشوفوا حاجه عمليه مع بعض خطوه بخطوه، خاصه نوري المشاهدين كيف ممكن احنا نصنعه بالحرق على الخشب. تمام، انا عامله عينه صغيره، دي قطعه من الخشب. نعم، على شكل بسيط قوي وصغير قوي. رسمت رسمه بسيطه، هو احنا في البدايه طبعا بنبقى عايزين الرسمه، وبعد الرسم اللي احنا مجهزينها بنحتاج كربون. الكربون مثلا الكربون العادي جدا. أيوة. بتاع المكتبات، نحطه على قطعة الخشب. تمام، نحط الرسمة اللي أنا مجهزاها وبالقلم تمشي عليها أطبع. تمام، فاتطبعت عندي الرسمة ده بالشكل ده. تمام، أبتدي أحدد أنا الشغل اللي أنا هعمله. أول حاجة طبعا أنا شغالة بالمكنة دي، فيها زرار، ان زرار انا لما بدوس على الزرار كده بيزود لي سخونه المكنه. هي المكنه دلوقتي شغاله من فتره، بس لو انا اشتغلت بيها قبل ما ادوس على الزرار ده ما تدينيش اي حاجه، لان هي يعني شغاله بس ما سخنتش، فلازم اضغط شويه لحد ما السن يسخن مني، بحيث ان لما السن بيسخن بيساعدني على اعمل تدرج لوني للشغل. تمام. اللي انا بشتغله حسب حركه ايدي باخد اما لون تقيل. تمام. او اخف او مفيش خالص. هنفهم الموضوع هذا مع بعض، ولكن اول حاجه تاخدي رسمه معينه تختاريها. تمام، تاخدي الخشبه بتاعتك النوعيه اللي تبيها. بالظبط، تختاري الرسمه، تاخدي الكربون. تمام، تحطيه فوقه وتمشي عليه على خاطر يطلع لنا بالشكل مثلا زي هذا. نطبع الرسمه على بعدين نطبع، واللي اللي هو اصلا ايده شغاله في الرسم ممكن يرسم. سهل عليه جدا. بالظبط، انا بقول كده للي مش بيعرف يرسم، مجرد ان هو يطبع الرسمه بتبقى بالشكل ده ونبتدي نشتغل. تمام، حطينا الرسمه دوك هنشتغله بطريقه ان احنا ممكن نحرق بطريقه الحرق. تمام. على الخشب. تمام، هو الحرق على الخشب يعني يعتبر نوع من انواع الرسم على الخشب، ولكن لا ليه الوان ولا اقلام. طبعا ليه المكنه، هو الابداع كله ان هو يكون لونه يعني بني مثلا. التدرج بتاعه بيكون نتيجه المكنه نفسها. بس هو هذا بس، لكن ما حاولش مثلا رسمه زي هذه على الصفرة، هل ممكن نقدر نلونها؟ لا، ممكن طبعا، ممكن بنستعمل الالوان العاديه الاكريليك مثلا، الاجزاء الفاضيه يعني مثلا الهلال دوت، ممكن الفراغ الفاضي ده ممكن نلونه بلون اصفر مثلا او ابيض او اي حاجه. يعني انا اشتغلت الوان مثلا في طابلو هنا على الترابيزه النحاسي، انا لونت الخشب الاول. تمام، وبعدين ابتديت احرق. يعني ممكن لونه الخشب كله نغيره لونه. بالظبط، وبعدين النساء نشتغل بالالوان. تمام، لا ونفس نفس الشكل ده. نعم. ممكن نلون برضو طبعا مع الحرق. طبعا سخن الجهاز ولا خلاص؟ تمام. خلاص كده انا هبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا ابتدي الورده دي هعمل من بره، يعني انا في ناس بتعمل تحديد للاول للرسمه، انا ما بحددش الرسم، ما بعرفش اشتغل بالتحديد. بخلي كده الرسمة واضحة كده. تمام، ابتدي مثلا من برا لجوه، من برا لجوه، من برا كده، من عند الخط
البدايه بتاعت الرسمه. اجي من بره لجوه مع الحرق اللي انا بحرقه، ممكن ان انا اضغط قوي فيقوم اعمل حفر وحرق في نفس الوقت. اوكي، وانت تبي حفر او مثلا احيانا بس تبي شكل وما تبيش حفر؟ بالظبط، لو حسب الضغط بتاع الالم اللي معايا. انا دلوقتي مثلا اهو كده، لو انا عامله خفيف اهو كده ما فيهوش اي حاجه، مجرد بيديني لون، بس اللون، بس اللون. انا عايزه اعمل حفر مع اللون اللي انا بشتغله، بضغط ايدي اهو، فرق باين الفرق؟ طبعا بالنسبه لي باين ان شاء الله، بس المشاهدين اي طبعا لاحظوها اكيد واضحه الرسمه. نعم، فانا حسب ايدي نفسها هتحكم في الشغل اللي انا بعمله، ودي سهله سهله جدا جدا جدا. خاطر نديله شكل كده معين. ليش ياخذ فتره لحضرتك تديري مثلا رسمه او لوحه او مثلا سفره زي هذه؟ ليش ياخذ وقت؟ حسب الرسمه، مثلا الرسمه دي مثلا انا اخذت مني يومين، ركن يوم وركن تاني يوم. تمام. دي اخذتش مني، اخذت وقت يوم. يوم بس يوم. طب اللوحات اللي مثلا اللي موجوده ورا اللوحه؟ لا، في لوحه، بصي والله حسب مزاجي وحسب هو نفسية طبعا بيأثر. بصراحة اكيد انا معاكي يعني في الموضوع. في اوقات انا بمسك الشغل ممكن قوي اقعد عليه ما اتحركش لحد لما اخلصه. ياخذ كم ساعه يعني؟ لا كتير والله. ما شاء الله ما شاء الله. بس يعني في حاجه احنا شفناها مثلا بتاع الورد او شجره اللي موجوده على البوكيه. بالضبط، اللي فيها شجره هيك موجوده. ده برواز حلو جدا. هو ده برواز، البرواز الخشبي نفسه فاضي والقرصة نفسها فاضية. أنا اشتغلت على القرصة برة على خشب، أضفت لها ورق حائط. نعم. وبعدين عملت الشجرة نفسها، الخامة الشجرة نفسها بورق. نعم. مناديل المطبخ. مناديل. وأضفت لها الوردات ديت من عندي، كانت عندي وردات بشتغل بيها، أشغل بشكل عام يعني. تمام. فعملت التصميم ده. ده مش حرق، غير الحرق على البرواز الخارجي. نكمل هنا شغلنا. مثلا نشتغل بيه؟ طبعا. اصل انت ما بترسميش، الرسمه موجوده فانا همشي عليه. انت هتمشي على الرسمه ممكن، بس ممكن تعرفي التقنيه بالظبط. صح، اتفضلي بس بصي على طيب. ده اوكي، علشان تبقى يعني سهلة. انا شايفتها سهله، سهله جدا، ممكن تطلع اصعب. لا 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 خالص، بس خليكي معايا مركزه. اوكي. اخدها من، لازم تكون عكس يعني بالطريقه هذه؟ براحتك، مازال ما سخنتش لجوه. ادوسي ده شويه على، لازم ادوس عليه الفيشه لسه شويه. لا، اللمبة طفت. لو كان ماشي شوية عليها الفيشة. وناخد هيك يعني. بصي هي صعبة شوية يعني، ممكن تتمسكيها شوية. بس هي الفيشة اتشالت. لو كان بس نظبطوها، بس موضوع الكهرباء اتشالت. الكهرباء على خاطر نقدر نديروها. طبعا نخلوها توا اهي، رجعت تاني. ايوه، لا رجعت تاني. تمام. لا الفيشه مش مظبوطه. نخليها قداش فتره طويله؟ لا هي سخنه، تسخن على طول. مش تسخن على طول، مجرد انت ماسكاها وتشتغلي بيها على طول. وناخد من الاول لحد الاخر. نزل شويه. حتى هو مسكتها سهله يعني، مش هي سهله جدا يعني. وبعدين خفيف العمود نفسه او المكنه نفسها خفيفه وسهله في التعامل. تمام، تاخذ فترة طويلة. تمام، يعني شو الأخطاء اللي ممكن نقع فيها مثلا أنا كبداية مثلا قاعد نشتغل عليها؟ اللي ممكن إن أنت ما تبقيش متحكمة فيها، وبعدين الخط اللي أنت بتعمليه يسحب منك. فقلت لو سحب منك إحنا ممكن نداويه بإن إحنا نرسم عليه شغل تاني. تمام، بس هو ده ممكن اللي صعب، ممكن هذا. بس لو كان مثلا غلطت شنو ممكن نقدر نصلح فيه يعني؟ بصي يعني لو شكل عام بيبقى صعب. لو الورد، لو احنا بنشتغل بالورد، الورد سهل قوي. لو عملت خط
فلت مني هيحصل ان هو انا ممكن اعمله ادخله في ورقه شجر اعمله فرع طويل زي ده كده مثلا واشتغل بيه. سخنه تشوفي جربي بقى. نجرب بسم الله. مازال شويه صح ولا شنو؟ لا لسه سخن. سخن شويه. يعني حتى وهو ماشي الامور تمام. لا هي سهله يعني نحاوله. هي سهله علشان هي سهله انت مالكيش في الفن فاعمليها عشان كمان تشجعي التانيين ان هي الموضوع سهل جدا ولازم تصري ان انت طالما انت عايزه تعملي حاجه لبيتك لازم عايزه تعملي حاجه لبيتك هتجربي وهتعملي. شوفي سهله خالص. تمام تمام برافو برافو. لازم هي يعني على حسب ما انت تجري شويه تمام يعني تمشي الامور صح كده. ولو ضغطتي هيديكي شكل، لو عملتي على العالي شويه هيديكي شكل تاني خالص. برافو برافو. طب والله يعني ممكن عندي امل في الموضوع شويه. بس المشكله ان تمشي تقعدي عليها شويه هي اللي تعطيك شكل تاني نهائيا. طبعا طبعا. نكملوا معاكي احسن. بس في امل في امل في الموضوع. لا لا جميل. سهل ولا صعب؟ لا سهل. سهل قوي صح؟ يعني شوفي انا تو اتذكرت ان مثلا عندها ممكن اي حد حاجات قديمه مثلا خشب في في في, في البيت بالظبط احسن ما حد يرميه ممكن ان هو ايوه تمام كده يعني يدير فيه مثلا شكل معين يرسم فيه شكل معين ويديره بالخشب او بالحلقه. هذا المتوفر الجهاز هذا مثلا في كل مكان في المكتبات الفنيه موجود. نعم مكنه هي اصلا مكنه لحام بتستخدم مكنه لحام وبتستخدم في نفس الوقت مكنه حرق فهي موجوده. تمام ما تمام لحتى يعني امور سهله جدا جدا. شنو ممكن نصنعه ثاني من غير ما نشوف مثلا لوحات بس يعني مثلا احنا خلاص كده الورده تقريبا خلصت تقريبا تكون كملت. طب انا شايفه حاجات موجوده هنا ثانيه يعني معناها هقول ثواني بس عشان ابين شكل الورده بعد ما تخلص خالص. يبي بس حتى نسأل سؤال عن طريق الفيسبوك لمشاهدينا، كيف تضيف المرأة لمسات جمالية على بيتها وأفكار لتزيين البيت عندها؟ شنو ممكن عندها أفكار مختلفة يعني مثلا سادناها هدت أفكار جديدة مثلا وحاولت هي تصنع حاجات في بيتها. أنتم كمشاهدين أو مشاهدات شنو ممكن تقدروا تضيفوا لمسات في البيت عندكم؟ كمان الوردة. بس الوردة؟ نعم كده خدت النص. تمام اجي برضو بنفس الشكل اللي انا عملت بيه ده اهو من بره لجوه عشان انا مش يعني وانا بشتغل قلت مش بحب احدد بس في ناس ممكن ترسم تحديد زي ما بنرسم الاشخاص او الشجر بنعمل تحديد بس وبعدين تمشي عليه. تمام انا بحس ان انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل ليه كده مع الشغل بتاعي علشان الحروف بتاعتي ما تبقاش مستقيمه. انا مش عايزه خط مستقيم يكون تلقائي. انا بالظبط انا عايزه خط بتاعي اللي انا بشتغل بيه يبقى طالع ونازل بالشكل ده. شفتي لما بعمل خفيف شكله حلو بيختلف يعني ازاي يعني شوفي من فوق تكيل ومن تحت ايوه ليه بقى ليه كده؟ عشان انا وانا بشتغل من بتقل قوي من هنا وباجي على بطير تمام بعمل كده واطير كده فيجيني خط خفيف جدا تقيل من هنا ويعطي منظر حلو يعني بالظبط كده. والخط ده طبعا انا لو عايزه اعمله كده اهو ده باخده بقى بتقل قوي بضغط قوي بحيث ان انا اعمل حفر مع وفي نفس الوقت لما بيكون ال 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 السن سخن قوي وانا بعمل الشغل هو بيجنب لوحده صحيح بالظبط. ده بيجي مع ايه؟ لما بكون انا ضغط قوي قوي كده بعمل الحرق ده فبيساعدني على اني يعمل لي جناب بشكل بيكون مختلف يعني مش حلو شكله. وبعدين الورده من النص انا ممكن كمان بنفس المكنه اعمل اضغط كده اعمل يعطي شكل الحبوب طبعاً. او البذور بتاعت قلب الورده بنفس السن انا ما غيرتش سنون عندي. طبعا السنون الثانيه بقى بتستخدم في ايه؟ اما اجي اعمل حيوان مثلا محتاج شعر ممكن بطريقه خلفيات لشكل لكن دي سهله في التعامل في كل المناصب.
فبتبقى سهلة خالص. وبعدين أنا عايزة أعمل مثلا خلفية كده، ممكن قوي وأنا أعمل كده، أعمل كده بطريقة عادية، أعمل كده. وأنا بعمل كده أصلا بيديني درجة خفيفة، وبعدين هيك نقط خفيف جدا بس يعطي منظر حلو. بالظبط بالظبط، ما خليهاش سادة أو ما خليهاش بالفعل تبدأ حلوة أحلى بأكيد. تمام تمام، هاي سهلة جدا. ولكن لو كان حبينا مثلا نعلم ده ولا نكمل؟ لو كان في نكمل ما عنديش مشكلة. نكمل عشان يشوفوها بعد ما نخلص خالص. لو كان حبينا مثلا نعلم أطفالنا مثلا نوع من الفن؟ لا صعب، المكان دوت صعب على الأطفال. كيف ممكن ممكن يبدأ هم في الرسم مثلا؟ هم يمشوا بالرسم حلو قوي، اي قص ولزق يبقى حلو قوي ليهم، لكن ده صعب قوي، ممكن يتلسعوا. صعب ان احنا نشارك اولادنا كهربا. فيها كهرباء صح، هي محتاجه وعي من الام. لو الطفل كبير شويه واعي ممكن. يعني في الاعداديه مثلا، لكن ابتدائي وكده بيبقى صعب. صعب شويه، صعب قوي، ومش هيستحمل الكهرباء والسخونه نفسها. صحيح، لان السخونه نفسها برضو مش سهل على الطفل ان هو يعملها، لكن اي فن تاني طبعا الطفل يبدع فيه. طبعا شايفه حتى مثلا بتاع كشيك بتاع المطبخ او اللي بتسموه فيه معلقه بتاع المطبخ. تمام. الخشب هذا هو رسم، يعني اعتقد ان هي صعبه لان كثير سمعيها. لا والله لا 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 خالص، انا دي ما خليتش في ايدي يمكن ربع ساعه مثلا. والله طب والله كويس، يعني خدتها من المطبخ ده قعدتها اشتغلت اي شيء موجود في البيت يلا هاتوها على طول اشتغلوا بيها على طول. وبعدين الحلو فيها بقى ان هي مش انت مش هتستعمليها، هتعلقيها على الحائط. صحيح، هتكون فيها اكيد شكل مختلف يعني. وطبعا كمان الصينيه دي بس الصينيه ممكن نستخدموها يعني، اعتقد بستخدمها هي... طبعا يعني منظرها ما فيهاش حلو. لا ما فيهاش حاجه. صحيح. لان احنا بعد ما بنخلص خالص بندهنها، بعد ما اخلص ده كده هقول لكم ازاي ان احنا بنفنش الشغل بتاعنا عشان برضو يدي لمعه ويدي زي ما قلنا ان احنا في الاول الخامه اللي احنا بنحتاجها الخشب ومكنه الحرق والكربون والرسمه، بنحتاج برضو ان احنا بنفنش ازاي. صح. الشغل بتاعنا، فاحنا بنبقى محتاجين اللي هو في ماده دي. ايوه عايزين نعرف بقى الموضوع من بكري. الماده دي اللي هي اسمها سبيداج. السبيداج طبعا رقائق بالمنظر ده، بتتجاب من عند الموان، بدوبه، اخد معلقه منه مثلا ادوبه في سبيرتو. فلما بدوبه في سبيرتو بيديني اللون السائل ده. وكيف شو نستخدم هذا السائل ده بقى؟ لما بيتدوب بقطن، قطن طبي، القطن العادي الابيض، ادوره كده بحيث انه ما يبقاش فيه رايش خالص، واخد الجزء بتاعه الناعم اغمسه في السائل وامشي على القطعه بتاعتي باتجاه واحد كده. كل مرة أنا ألون بيه بيديني لون أتقل، فهو ده زي الورنيش اللي بيدهن بيه الأسطر بتاع الموبيليا. تمام، هو ده. بهي في حاجة مثلا درتي بيها أنت نشوف الفرق مثلا شوية؟ خاطر حابة نشوف يعني الإيه؟ حاجة استخدمتي بيها الصناديق الخشب، يعني مثلا الصناديق اللي محطوطة على الترابيزة ممكن نشوفها بس على الشاشة. والتابلو البوكيه الورد ده اللي في الفازة، هي بيعطي لمعة؟ بيدي لون زي الأسطر من غير لمعة. من غير لمعة؟ لو عايزة لمعة بقى يبقى انت تستخدمي الورنيش. تمام. بس في لمعة مثلا في اللي هو الأولاني ده فيه لمعة، لأني أنا عشان ركزت فيه هذا أول واحد. لكن الورا خشب أبيض، أنا جايباه خشب أبيض عشان أوريكم الخشب الأبيض بيبقى شكله إيه، ولما بيتلون الجنبه دوت اللي هو اللي جنبه البني اللي في النص ده بيبقى شكله إيه بعد ما يتعمل بالسائل ده. واضح؟ تمام، إحنا شايفين هنا أما واحدة قصدك فيها بالظبط؟ هو اللي على الكاميرا الوقت ده. تمام، هو هذا اللي ضفتي عليها المادة. بالظبط. تمام بالظبط. تمام، بنسألك حاجة بس يا سلنا، أنت علاش اخترتي النوع من الفن هذا؟ والله انا اخترت النوع ده، انا يعني الحمد لله ملمه ب بالاعمال الفنيه صراحه ما شاء الله. حلوه يعني الله يخليكي. ميرسي. كنت معانا طبعا انت قبل في
يعني فقرة. نعم. أنا ملمة بفنون متعددة لكن بحب أجرب كل حاجة. هو اللي شدني قوي في الحرق ده مش عارفة إيه اللي شدني فيه بس عجبني. وتعلمتيه كيف؟ لوحدي بصراحة من النت بأمانة. من الانترنت؟ من النت. النت مليان. موجود في مجتمعاتنا العربية؟ بكترة؟ أيوة. وبعدين أنا عشان كمان أنا بشتغل بورد على طول. يعني منجيبهاش من برا من الصين مثلا؟ لا 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 لا، مجرد ما أعمل بحث بس مثلا إيه بورد للفنون، لأني أنا أحب أشتغل بالورد قوي. فمجرد ما أنا أعمل بحث يطلع لي مجموعة رائعة من الأشكال والألوان أشتغل بيها، أخد اللي أنا عايزاه. وبعدين في مواقع كتير قوي بتعلم، في مواقع كتير بتعلم حاجات كتير قوي. صح. فلا النت مليان 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 بصراحة. وأفكار ممكن تيجي يعني؟ افكار كتير 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 بمجرد ما تعملي بحث. وهل الخشب مثلا مقيده مثلا بشيء معين، مثلا الحلقة على خشب مثلا بيقيدك برسمات معينه ولا ممكن؟ لا 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 عادي. لا في منظر، يعني في منظر طبيعي مثلا، انا عامله منظر طبيعي بس انا بحب اشتغل بورد. بالورد اكتر. شيء مثلا الرسمه هذه بتاع الشجره اللي موجوده اللي على الشاشه، استخدمتي لون، في لون اخضر وابيض، ويعني وين جبتي الالوان هذه؟ لا بصي، هو التابلو البرواز الخشبي انا عملت حرق عليه لان هو خشب. تمام تمام. البرواز اللي في النص بقى غيرت فيه عملت الشجره نفذتها بورق مناديل. بورق مناديل؟ تمام. مناديل المطبخ. تمام. العادي مناديل عملتها عنها. بالغيره ورسمت الرسمه واشتغلت عليها. الوردات البيضة الياسمين ديت وردات جاهزه من عند المحلات اللي بتبيع ادوات الخياطه والتطريز والحاجات دي. والورق الاخضر ده ورق شجر صناعي من عندي في البيت، قصقصته واضفته. مفيش حاجه نرميها، على طول ناخده اللي عندنا موجود خالص. انا شخصيا ما احبش ارمي اي حاجه لاني بتفيدني، لاني عشان انا بشتغل اعمال منوعه، فتلاقيني ادخل افتح القوقعه بتاعتي. قوقعة؟ هل هي غرفة مثلا معينة يعني تدخلي فيها؟ ما تكوني متعصبة ومتضايقة؟ طبعا طبعا. عندي مكان خاص بيا وبشغلي، بس في بيتي برضو في شقتي يعني. الركن دوت انا بقعد فيه يعني بصراحة يطلعني من كل المود الوحش اللي انا فيه. طبعا احساس يعني فتلاقيني بقى تلاقيني لما اجي بشتغل بموضوع معين قالتليني افتح صناديقي وافتح ادراجي ادور على حاجات تساعدني في الشغل اللي انا بعمله. تمام. احنا كده قربنا نخلص اللوحه. تمام. انا ايدي واضحه في ال الصوره واضحه كده خلاص. بصي، هي التقنيه واحده والشغل واحد، بس التنوع في حركة إيدك هو اللي يختلف. هو اللي بيختلف. ممكن أعتقد هذه الحركة هي اللي بت في الموضوع. أيوة. وبتبعد مثلا الشكل، بتفصل. صح. بين رسمة ورسمة. فأنا مش بحدد، أنا بشتغل بإيدي وإيدي هي اللي بتساعدني على التحديد والفرق بين الوردة والوردة مثلا. يعني بصراحه بطريقه سهله جدا، سهله خالص وما خدتش وقت مننا. بيت مثلا او بنوته مثلا عندها تحب الرسم او حاجه وتكون كبيره شويه، اعتقد حيساعد جدا يعني الموضوع هذا وهتكون ممتعه جدا كده. خلاص. واعمل بقى ناقص بس الحديد كده. الاجزاء هذه دي بقى اللي بتساعد على يعني انا ممكن اعملها ورد، اعملها بس كده الاسرع بقى. تمام. بس ما تكون فيها صح مدرج شويه، هل فيها صعب؟ طبعا لا خالص، ما فيش صعب. اهي مثلا اهي كده طير، يعني لما نطير البتاع على الهواء كده تعملني شكل غير لما اعمل كده. يعني الضغط بتاع ايدي انا اللي بيتحكم في شكل الحاجه اللي انا بعملها. طبعا بيختلف. تمام. بس اهي كده. وطبعا زي ما قلت لو انا بعمل التدرج ممكن قوي بسن المكنه نفسها لما امشي
بعمل. وبعدين نخلي بالنا قوي واحنا بنشتغل، وانا بشتغل اخلي ايدي كده، لاني لو عملت ايدي كده ممكن الحراره بتاعت بقيه السن تطبع لي على الشغل تبوظه مني طبعا. فانا لازم ايدي تكون بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، تكون على الجنب مش بالاول على الجنب. لان لو كده السن نفسه هيلمس على الخشب ويبوظ لي اللي انا بعمله. دي حاجات بس تدي شكل اهو. بس خلاص كده احنا خلصنا. حلو، مش دي تسلم ايديك نهائيا في تدريجا هذا واضح. واضح الفروقات بين ان دي ورده ودي ورده ودي ورده ودي ورده، مش سايحين على بعض. هي عندي سؤال، الرسمه نفسها الاساسيه قاعده واضحه، كيف ممكن تحاولي انت تخفيها؟ يعني مثلا هنا مش شايفتها بطريقه كبيره مثلا، او هنا كمان مش شايفتها بطريقه كبيره، هل انت تمشي عليها مثلا او شيء؟ يعني انا في تحديد اهو، في تحديد. التحديد انا بمشي على ممكن قوي، عشان هنا مثلا داخله قوي دي، ممكن انزل سنه عن العلامه بحيث ان يبقى في فرق ابيض او فرق. فهمت. اسيب فرق ابيض خفيف بين الورده دي والورده دي كانه تحديد، بس انا مش محدده. هو يبان لوحده. باين ولا مش باين؟ لا بصراحه باين حلو، وعلى الشاشه اكيد هتبان احلى. ممكن بس نجربوها شويه على الشاشه. تمام، فكده باينه والفروقات باينه، وكل ورده واضح ان هي لوحدها. تمام صحيح. في بعض حتى الكومنتات اللي موجوده على الفيسبوك بصراحه الناس متفاعله معنا ونحييهم دائما. في رانيا قالت بتوفيق يا رب يا يعني مدام ناهد على التصميمات الحلوه هذه. وساره قالت موفقه ما شاء الله يا مدام ناهد. وشونا قالت والله حاجات حلوه، لكن مشكلتي اني انا ما نحبش الرسم. طبعا هذه مشكله كبيره، لو ما نحبش الرسم ما مش هتقدر تعرف. لا ما احنا قلنا ان ما بيحبش الرسم، البديل لي انه يطبع بالكربون. الطريقه السهله اللي قلنا عليها طبعا طبعا بالكربون. يعني بس يعني لو اي رسمه انت عايزها هتعمل بحث هتطلع لك طبعا، وبعدين وتحاول ترسم زيها يعني بالظبط كده، او بالكربون تطبعها من. لو انت عايز ورد، بس مجرد ما عارفه كلمه ورد للفنون دي بتطلع لك ورود رائعه طبعا، اشكال رائعة والوان فيها طبعا. فانت بس مجرد الورده هتطلع لك، هتاخدي الورده وتطبعيها على الورق وتطبعيه، او حتى من على الشاشه ممكن تحطي الشفاف وترسميها، وبعد كده تحطي الكربون وتطبعي. في ندى الفراشه قالت ما شاء الله عليكم، شكرا حقيقة ندى على الكومنت اللي كتبتيه. وفي نادر قال ما شاء الله ربي يحفظكم انت وملاك، تسلمي يا رب، والله قريت المسج. وفي رباب قالت ردي بالك تخربي الرسمه يا ملاك، والله ما خربتها، ضفت لمساتي الخاصه. بالعكس ده جميله، هوا شوفي خطوطك منوره جدا. يعني تعلمنا يلا حاجه جديده، يعني مش هنقوله مشكله. احمد قال ما شاء الله هذا الفن جميل جدا وراقي. انا شايفه انه من الفنون صح اللي تحس ان هي تبي هدوء هيك شويه. كلاسيك قوي، كلاسيك قوي. هو موجود من زمان طبعا، هو اكيد لاني كمان على الموبيليا نفسها بتستخدم صح. الحفر مع الحرق، الفن الكلاسيكي او الديكور الكلاسيكي اللي موجود عندنا في البيت. بالظبط. هل ممكن نقدر نستخدمه مثلا، هل مثلا حد عنده حاجات من الديكورات القديمه اللي عندها، هل ممكن بالفعل مثلا كرسي حاجه هيك يضيف عليه، ولا حيكون صعب؟ ايوه لا سهله خالص، بس المهم قوي ان انت تختار الرسمه المناسبه للمكان. يعني مثلا انا هنا استخدمت رسمه صغيره، وردات صغيره، لان القطعه اللي انا ماسكاها صغيره طبعا. هنا انا عشان استخدمت في صينيه اركان، عشان انا عايزه ركنين وبس. التابلو مثلا، التابلو الورد ده عشان تابلو كبير، فاستخدمت اشكال والوان مختلفه، شكل نعم. مختلف بالظبط. فانت تختار الرسمه الصح وتوظفها صح خلاص. وبعدين الماده دي كمان، يعني انت مثلا، بس في حاجه كمان لازم نصنفر الخشب طبعا عشان يبقى ناعم، عشان تشتغل عليه ما يبقاش في حبوب او في حاجات وتشتغل عليه. لا تصنفر، يعني لو كان ما بدناش صنفر هذه حيكون صعب الرسم فيه. لما يكون ناعم طبعا، هو دي اساسيات الشغل اكيد. اكيد، عشان كمان بعد كده يبقى الملمس ناعم. امسكي كده الملمس ناعم.
هو الورد نفسه الورد نفسه ليه ملمس العالي والواطي اللي انا استخدمت بيه المكنه، لكن الخشب نفسه ملمسه ناعم، فلازم يكون ناعم اثناء العمل. الديكورات اللي موجوده هذه هل كيف ممكن نقدر نستخدموها كمثلا في ديكورات البيت؟ طبعا لو تابلو هيتعلق على الحائط، لو العلب الصناديق الخشب دي بتستخدم مثلا في تحفظي فيها ذكريات، تحفظي فيها صور، تحفظي فيها اكسسوار، ممكن تحطيها في اي مكان منظر حتى هو. تحتفظي بيها باي حاجه، المعلقه الخشب دي مثلا والصينيه في المطبخ طبعا صحيح. استخدام ديكور عادي جدا. مثلا دوت عشان رمضان هيتعلق مثلا فتره رمضان ويتشال، فكل كل حاجه ليها مكانها وليها وظيفتها طبعا. بالفعل اكيد، وكل شيء طبعا لمذاق مختلف. اكيد التاني. اكيد. اما تكون ست البيت تشتغل عليها وتتعب فيها وتعمل شنو، اكيد حيكون ليها اختلاف في والله بصي انا لما بعمل حاجه بامانه كده، انا لما بعمل حاجه وبعدين تروح لحد تاني ببقى حزينه. لا يعني طفلك تحس ان هو ابنك بصراحه. سبحانك يا رب. ما بقاش عايزه افرط في اي قطعه انا عملتها. ليه بقى؟ لان كل قطعه فيها فكر وفيها ذوق وفيها احساسي انا اللي انا حطيته في القطعه. فاوقات اللي مثلا ياخدها مني ما يحسهاش زي ما انت حسيتيها. لا يعني قصدي ما توصلوش الفكره اللي انا حطاها. ليه؟ صحيح. لانك انت مش فنان او مش واعي للي انا حطيته. صح مظبوط مظبوط. لو كان مثلا لو عندك انت مثلا بنوته او شاب مثلا حابين انهم يتعلموا، بناتك او اولادك يعني. عندي عندك عندي بنتين بنت وولدين، ربي يخليهم لك يا رب. لو هم عندهم الموهبه هذه حتى هم ولا يعني هو بنتي لا بنتي ليها في رسم، ترسم تغني ترسم ميك اب، يعني ليها اتجاه فني برضه، اتجاه تاني مختلف. بس الحلو اللي فيها عشان هي عندها حس فني حلو. نعم. بتساعدني في رايي، يعني مثلا ايه اقول لها ده ايه رايك اعمل كذا ولا كذا، لا كذا يا ماما احلى. وابني برضو ابني الكبير برضو لا فنان برضو، يعني عيله ما شاء الله فيها الحمد لله الحس الفني يعني رائعه جدا. لو كان نصيحه على اي حد مثلا بيبدا يشتغل في الموضوع هذا، هل ممكن تكون هي تجاره ولا لا؟ هي تجاره طبعا. اوكي طبعا. لو كان اي فن نعم، مجرد ما يتخطى الكم اللي انت بتشتغليه لازم يتجه للتجاره طبعا. فممكن ان هو لاني انا مش هعمل الكم ده كله، طب هحطه فين في بيتي؟ انا بيتي حيزه محدود، هحط لوحه لوحتين، صينيه صينيتين، صندوق واحد، والباقي اوديه فين؟ يا اما بطلعه هدايا يا اما طبعا يتباع طبعا. اكيد اكيد, أكيد. وهدايا اعتقد ليها يعني طبعا لا الهدايا بتبقى حاجه طبعا مختلفه جدا، والشخص اللي بياخد الهديه بيحس فعلا ان عنده بس طبعا، لان الهاند ميد بشكل عام بتطلعي قطعه ما بتعرفيش تطلعي الثانيه شبهها. صح، ما ينفعش دي مجموعه لا 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 ما تطلعش شبهها خالص. لو كان حتى لو نفس الرسمه، سوري معلش، لو نفس الرسمه كمان انا ممكن اعملها هنا بشكل، لو نقلتها نفسها على حاجه ثانيه ممكن تطلع ايدي نفسها تطلع شكل ثاني خالص. تمام. قبل ما اسالك السؤال بصراحه امال قالت ما شاء الله تسلم ايديكي ولمساتك دائما تبهرنا ما شاء الله. وسوما قال صباح الورد والياسمين، تحيه للضيفه لا تبث البرنامج، تسلم الايادي على الابداع بجد في قمه الروعه. الناس الحمد لله ما شاء الله عجبتها. وهلا قال تسلم ايادي نهود، شكلها تعرفك هذه او دلع فيكي، قالت الشغل تحفه عليكي. فبجد نشكر كل الناس اللي اعطونا دائما الدعم، وبالفعل حاجه بتفرح يعني كنا في تعليقات طبعاً. حلوه يعني اكيد. نصيحه لو حد شخص خلاص قد قرر ان هو يبي يشتغل فيها بيجربها، نصيحه شنو هو الاخطاء اللي ممكن يقعش فيها وشنو هي الحاجات اللي ممكن يستفاد منها؟ الاخطاء اللي ما يقعش فيها ان هو يستخدم، لو هيجيب المكنه اللي هو الرخيصه اللي موجوده في السوق. ما الفرق بين هذه وهذه؟ بصي دي حرارتها عاليه، لكن هذه دي حرارتها ضعيفه للمبتدئ. مبتدئ كويس. فانا لسه كنت بقول اللي هيجيب المكنه اللي هي ضعيفه دي يبقى معاه على الاقل اثنين وهو بيشتغل، عشان ممكن قوي لما تسخن دي ما بتفصلش، دي بتفصل.
انا مجرد ما هشيل صباعي من على الزرار فصلت، فهي ممكن كنترول يعني فلو ما تسخن ممكن تبوظ، فيبقى عنده واحده احتياطي عنده في البيت عشان ما يوقفش الشغل، وبعدين ينقي الصوره اللي هيشتغل عليها تكون سهله بالنسبه له في الاول لحد ما ايده تتعود على الشغل. دي نصيحه ثانيه. النصيحه الثالثه بقى ان وانت ماسك المكنه مثلا، دي هي انا واضح قوي المسامير، المسمار ده والمسمار ده، نعم واضحه. المسمار لو لمس يعني انا وانا بشتغل كده وهو ده لمس الخشب هيحرقه، هيحرقه بعيد عن الرسمه. نعم. فوانا بشتغل يكون ايدي كده، ما تكونش ايدي كده، ايدي كده خلاص انا لا، او وانا بشتغل يعني. او وانا بشتغل اخلي بالي ان المسمار يبقى بالعرض، ما يبقاش لامس الخشب، يبقى هو كده بعيد عن الخشب. وبرده السن نفسه لما بيسخن ولمس لمس كده بيعمل لون انا مش عايزاه، وممكن يخرب ممكن يخرب طبعا طبعا طبعا. هاي النصائح طبعا المهمه جدا اللي احتوي الحاجات المفروض لازم يكون يجيبها، الخشب، الصور الكربون، وطبعا قلم علشان تطبع بيه والرسمه. يبقى احنا بنحط الكربون الاول على الخشب، وبعدين نحط الرسمه ونرسم، نطبع الرسمه، وبعدين نشيل ده ونبتدي نشتغل بالمكنه. بعد ما نخلص الرسمه خالص ندوب الجمالكه في قليل من السبرتو، وما نعملش كميات كبيره لان السبرتو بيطير. نعم. فبينشف وبيبوظ، فنعمل حاجة كميات بسيطة. قليله على قد الشغل بتاعنا. صحيح. وبعد كده خلاص بجد شكرا ليكي وما شاء الله عليكي وتسلم ايديكي على الحاجات الحلوه هذه، وبالفعل ربي يوفقك. واعتقد يعني اعتقد يا رب واعتقد ان هم استفادوا من اتمنى بامانه، لاني فعلا الفن جميل قوي وناس كتير بتحبه، متخيله ان هو صعب لكن هو فعلا سهل جدا جدا. بس تركيز شويه وتمشي الامور، تركيز وصبر واحساس. صحيح. فني زي ما قلنا. شكرا ليك طبعا استاذه ناهد عبود مصممه الديكوباج على وجودك معنا، وان شاء الله نتلاقوا في حلقات تانية ونشرحوا فيها حاجات تانية وجديده ومختلفه ان شاء الله باذن شكرا الله. شكرا الله يخليك. مشاهدينا يا رب تكونوا استمتعتوا بفقرتنا الاولى، لكن فقره تانية واكيد الشيف اكيد كلكم مستنيينها، فاصله هنكون معاكم، استنونا مشاهدينا.